سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. اليوم جيتكم بفيديو جديد كما غتكونوا شفتوا من العنوان، اللي هما التحضيرات ديال السفر. كانوا بزاف د الحوايج اللي خلاو لينا يعني حتى تعطلنا باش نسافروا. اول حاجه كنت مريضه كما كنت قلت لكم، وبزاف ديال الحوايج. مي هاد السيمانه هادي ان شاء الله غادي نسافروا، غادي نشارك معكم التحضيرات يعني ديال السفر، شنو خصني ناخذ، الحوايج اللي غنجمع، داكشي اللي غادي ندي، داكشي اللي غادي نقادو باش نجيو معنا، حيت يعني غادي نمشيو غادي نكريو تما ابارتمون في ريزيدونس ولا بحال هكا، حيت باقي هاد الساعه يعني ما زكيناش يعني في لي ريزيدونس وداكشي. يلاه كندخلو هكا في التليفون في افيتو في البوكينغ ولا ما عرف شنو، كنقلبو كنشوفو الجوري الا كانوا ديال الكرا. وبصراحه كيكونوا دي ريزيدونس زوينين، دي ابارتمون فنين، ولكن الدنيا بنات بلان راه بزاف ما يمكنش. العام اللي فات كنا مشينا لوتيل ديال فرح عين اللي كان في افران، هاد العام هذا دخلت غير كنقلب بحال هكا، تخيلوا معايا عام لوتيل كامل. البنات اللي غيكونوا شافوا فرح عين غادي يعرفوا شحال كبير هو، راه قريه سياحيه كبير كبير بزاف. مي عام راه حتى لو 28 عاد كيطلعوا لي بلي دي زابارتمون غادي يكونوا خاويين عليه. فبصراحه راه ما نقول لكمش، الدنيا نيت عامه، بنادم كلشي مسافر وصافي. المهم دابا انا غادي نجمع حوايجنا وداكشي، دابا راح نحرق لكم مراحل ان شاء الله، غادي تشوفوا معايا في الفلوقات الجايين. المهم هنايا جبت لي فاليز، كاينه هذه كبيره ووسطها وحده صغيره، انا غادي ناخذ غير صغيره والكبيره غادي تجمع فيها ماما الحوايج ديال خوتي، وغادي نشوف اشنو دايره فيها حيت ما دخلتش. دونك هاد الباز هاد البنات بصراحه زوينين بزاف، هادو شاد الربينه اللي كاينه تما. دونك صافي ها هي صغيره، هادي هي اللي غنجمع فيها انا حويجاتي. دونك هي بصراحه اول مره غادي نسافر فهاد الباليزه الصغيره، مول فهاد ديما كنتي معايا الكبيره اللي جمع هاد الشخصيات هادو ديال داكشي اللي كناخذ كنحطهم هنا حيت اش كتحتاجوهم شحال مره. نسيت ما قلت لكمش باللي رينغ لايت ديالي اللي خديت، هذه هي ثالث رينغ لايت غادي ناخذ وغادي تخسر ليا البنات، ما عرفت مناش. دونك البوله ديجا ما بقاتش كتشعل ليا، فوالا الخيط ديالها حيت بغيت نقادها صدقت مقطعها، ما كتوقفش ليا، ما عرفت البنات مناش وعلاش وكيفاش. ديما يعني ديجا كنت خديت اول وحده شهرين خسرات ليا، من بعد خديت ثاني وحده اخرى وخسرات ليا، وفي لانيفيرسير ديالي خديت وحده اخرى واللي هي هادي وما دوزت ليا حتى شهر وها هي خسرات. ما عرفتش البنات شنو هو الحل، راه ما يمكنش بزاف بزاف عباد الله. ومهم هنايا كما شفتوا عندي هاد الروينه هادي، البنات كيقولوا ليا بلي ما نبقاش نستف في هاد الشيء هنايا، الروايه حيدي الروايه حيدي داكشي. دابا انا ما راكم عارفين مع غدا مسافر كلشي جمع، شوف هاد السله هادي باش نعرف شنو غادي نجمع. هنايا عندي هاد التخربيق مع كنت كنحيد في هذا في الجوفي وصافي. نمشي دابا نجمع الحوايج ديالنا. هنايا جبت الحويجات اللي غادي نعزل منهم اللي غادي ندي. انا ديما ملي كنكون غادا مسافره كناخذ كاع الحويجات اللي زعما لي زوينين ولا بحال هكا، وهما نيت كنبدا نعزل اللي غادي ناخذ واللي غادي نخلي باش هكا يجيكم ساهل وصافي. هنا ستفت كاع داكشي، غير بان لكم هاد السيف هذا ديال اش كيسميوه زيف ديال العكافه، ضروري هذا خصني نديه معكم، عارفين مع الدوش وداكشي كنبغي نحز مراتي شويه كتجيني شقيقه يا اختي ما تكيش عليكم. وصافي دابا حطيت الباليزه قدامي باش نبدا نجمع وصافي. كما شاركت معكم قلت لكم يعني فمن الاحسن انكم ديروا هاد القضيه هادي، ديما حطوا الحويجات اللي زوينين وبداو تعزلوا منهم داكشي اللي غادي تجيو باش هكا ما تلفوش تبقاو تهزوا هاجي من الماريو ترونوا، غادي ترونوا الدنيا بحال هكاك. دونك صافي غادي ندي بعدا اول حاجه هاد العيبه هادي اللي كنت شاركت معكم اللي كنت شريت، هادي البنات كتحمقني وكيعجبوني انا بحال هادشي اللي كيكون بحال هكا خفيف، كيجيني مريح يعني في السفر وهاك، ماشي في السفر يعني في البيسين ولا في البحر، يعني بالزربه خفيف. وهما اللي غادي ندي زعما منهم بزاف، وغندي هادي حتى هي هاد الكسيوه. وبالنسبه للسراولات البنات ما كنلبسوهمش بزاف، ولكن يعني بالنسبه لي انا السراول اللي هما اساسيين هو خص يكون عندنا جين فاتح جين غامق والكحل، هادو هما زعما اللي مهمين. وهما اللي ديت هنايا هذا فاتح وفيه تقاطع واحد شويه باش نبدل، دونك فوالا. وهذا حتى هو كحل وفيه تقاطع من جهه الركبه، والجين سامبل ما فيه لا تقطيع لا حتى شي حاجه صافي. دونك هاد الثلاثه هادو واقيله وبزاف، غير هما يعني من الاحسن اننا نجيو بحال هكا اللوينات باش ما نتلفوش. هادي بلاش هادي بلاش، هاد التيشيرتات هادو عندي، هاد الليموني عندي، هاد الصفير الكحل ما عرفت فين هو ما جبتوش. المهم هاد التيشيرتات حتى هما،
وصافي وباقي ديال الكساوي اللي حاطهم مصبنين اللي فايته لابسهم. المهم باقي شي حوايج مصبنين هنايا، راه ماشي كلشي، ماشي كاع هادشي اللي غادي نديه، باقي 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 هكا. ودابا البيجامات، هاد الشورت هذا حتى هو غادي نديه معايا. بالنسبه للبيجامات البنات اللي شوفوا شحال ستوك 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 ستوك، ماعرفش اين وحده فيهم. المهم بعدا هاد البيجامه هادي، وعندي هاد السروال ديالها، نعاود لكم البلان ديالي مع هاد السروال. هاد السروال هدايا لالا كنت خديتو من كيابي ب 170 درهم، 170 درهم باش كنت خديتو العصري ماشي للدار. عندي كنت خديتو هو والثاني ها هو، ها هو كنت خديت جوج من كيابي 170 درهم الواحد. الخروج قلت هادو زوينين كيجيو عراض مع بودي بيض، وهذا مع بودي كحل يجي في اللبسه واعر. خديتو لبستو بصراحه، هادو لبستو يعني واحد واحد شهر بحال هكاك وانا كنلبس فيهم. ايوا هي هذيك نهار صبنتهم، ايوا جيو تشوفوهم يولوا ليا راسقين ولاو كولون، ما بقاوش دوك هذا. ايوا انا نقلبهم بيجامات هذا، وليت كنلبس معاه هاد التيشيرت هذا كنت خديتو من ديفاكتو، ولا كيجي بحال بيجامه. ايوا وهذا وليت كنلبس معاه هاد التريكو الصفير بحال هكا ديال الدار وصافي. هادشي باش خايب البنات هادشي ديال الخيط كيتزر في الواحد، كيتجمع ولا كيطلع ولا كيتقزب. المهم غنديها جوج بيجامات هادو، وغادي ندي واقيلا هاد جوج بيجامات اللي على شكل كسيوات. هادشي هو المهم، هادشي واقيلا هو اللي حاليا عزلت. بالنسبه لداكشي ديال المكياج البنات، اش نقول لكم، هذاك هو اللي حريرته حريره. انا راه دابا كنفكر في هاد الباليزه هادي، يلا غادي تهز ليا الحوايج، في غادي ندير سبلجيلات، فين غادي ندير لي تروس ماكياج دوش، يعني هاد الباليزه وضروري خصني نهز معايا كارطابل ولا شي ساكادو ولا شي ساك كبير ولا شي حاجه، حيت ما غاديش تكفاني، حيت باقا خصني ناخذ شحال من حاجه. مي غناخذ كاع داكشي اللي خصني ونهبط الحوايج اللي هما صبنتهم يكونوا باقي ما نشفوش، ديك الساعه عاد نستفها وفي الليل نوريها لكم، حيت حتى لي الوقيله عاد غنساليها. غادي ندوز دابا نجمع داكشي ديال الماكياج ونشارك معكم داكشي اللي غادي جمعت لي برودوي اللي غندي معايا. دونك اول حاجه غادي ناخذ معايا هاد السمايل الكيد هذا ديال لوريال، دونك هذا كنديرو ماتان سواه بالنسبه للبنات اللي كيسولوني عليه ديما، وكنديرو هكا واحد الماساج سيركولير باش هكا نحركو الدوره الدمويه. وهاد البنات راه خطير 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 بزاف. من بعد عندي هنايا حتى هاد لي بريسولي ديال فيشي كنديرو من بعد، يعني ما كتعرضو للشمس زويون بزاف. واهم حاجه بيان سور هي ليكرون ديال الشمس ضروري ضروري. وهنايا عندي اوشي هاد السيروم هذا ديال لوريال، هذا البنات اش نقول لكم خطير خطير بزاف. بالنسبه للناس اللي كيبغيو ياخذوا داكشي اونتي اج اللي هكا فوق 25 عام، ولا اللي عندهم هكا شويه ديال التجاعيد فشي بلايصات ولا هكا، ياخذوا هاد السيروم هذا ويستعملوه. نورمالمون خصنا نستعملوه جوج مرات بار سيمين، ولكن انا كنستعملو مره في السيمانه صافي. وصراحه زوين، ومي كديروه يعني ما كيخلي لكمش داك لي في مزيت على وجهكم، كيولي مات بحالو بحال هاد السوان هذا. وهنايا عندي هاد الصغيورين هادو، في بلاصه ما ندي داكشي كبير خديت غير هاد الصغار هادو. هذا كنديرو في لي سيرن ديالي، كريم ديال لي سيرن. وهنايا عندي ليكرون ديال الشمس صغيره، وهنايا واحد لا كريم حتى هي، وفيها في نفس الوقت SPF. وهادشي كامل غادي نجمعو في هاد لاتخوس هادي. حتى هو لاتخوس راه غير كيبان صغور، باقي غيهز ليا بزاف د الحوايج. وهنا درت هادي اللي دايره فيها لي بانسو ديالي د المكياج، ودوك الحويجات يعني اللي هكا بحال بانسو نتاف بحال هكا. دابا غادي نوريكم شنو خديت في الميكاب. صراحه ما خديتش بزاف ديال الحوايج، ديت غير داكشي اللي كنستعمل واللي كيعجبني وكنرتاح ليه. دونك اول حاجه اللي هي الماسكارا هادي ديال ميبلين. دونك البنات واقيلا اول مره غنشاركها معكم، ولكن راه كنديرها بزاف بزاف وزوينه بزاف، عندها واحد الفوليوم اللي واعر، وراه كاينه في كارفور نو في مرجان، مرجان فين كاينه. هنايا عندي ندوب هادو الفون دو تان ديال فيت مي ميبلين، حيت هذا هو اللي عندي الدرجه شويه غامقه باش حتى لا سماريت يلا يجيني مع وجهي. وبيان سور الكونتور هذا اللي كنشارك معكم ديما ديال فلورمار. هنايا هادي باش كنطلع الشفيرات. هنا خديت هاد الباليت هادي هكا صغيره، فيها الهايلايت، فيها شويه ديال هاد البرونز هذا وهاد اللوينات، واخا انا كنستعمل غير هاد الجوج.
فهادي بلاصه ما ندي ديك الكبيره هادي احسن. وهنا عندي هاد البلوش هادي ديال الكليني، كنخلي لكم لا فوتو ديالها هنايا باش تشوفوها مزيان، حيت شاد الناس بصراحه زوينه زوينه بزاف وكتنفع وشي حاجه اللي واعره. دونك هنا فين كتكون هذا البلوش وهنايا كيكون البانسو ديالها، ملي كتحطوها كتهز هكا واحد كونتيتي وعند داك اللون كتعطيه غوز كيبان، يعني كيبان ناتشورال، ما كيبانش داكشي بحال هكا بحال التعريجه، فيها اللون واعر واعر بزاف. دونك داكشي علاش ديتها. اي دابا غادي نشارك معكم لي روج اليف اللي غناخذ معايا، وبما انكم حتى نتوما ديما كتسولوني كتقولي لنا شنو هو الاكل اللي كتصوري به الفيديوهات ديالك وهكا، فبصراحه انا ديما كناخذ نفس اللون وكل واحد يعني كناخذو من بلاصه مختلفه. فغادي نشارك معكم بعدا هادو اللي غندي معايا واللي هما كيعجبوني بزاف. فاول واحد هو هذا ديال هدى بيوتي ليكيد مات، فهذا بنات بصراحه زوين. الرقم ديالو بلاتي نشوف، الرقم ديالو 2. هذا البنات اللوين ديالو واعر، دجا كنديره دابا هنا يوم صحيتو كيبقى نهار كامل، لا درتو غيبقى لكم نهار كامل ما كيتحيد ما حتى شي حاجه. وديجا راكم عارفين لي روج اليف ديال هدى بيوتي وهذا الكاليتي ديالهم وهادشي، فواعر هذا بزاف. دونك هذا هو اول واحد. من بعد عندي هذا حتى هو واعر البنات ديال ديفاج، هذا اللون ديالو كيحمق والرقم ديالو 8 كما كيبان لكم. هذا البنات زويون راكم عارفين داك اللون اللي كيجي بحال ماغون بحال هكا. وهنايا غادي ندي هذا الاحمر المشعشع ديال البيس، دونك هذا حتى هو كيعجبني بزاف مثلا في التصاور ولا بحال هكا كيعجبني انا ندير هذا الحمير هذا. واخر واحد هو هذا ديال فلورماغ اللي على شكل لابستيك، يعني ماشي بحال الاخرين اللي كيبقاو مات، فهذا البنات هو اللي كنستعمل اغلبيه من كنكون كنصور معكم. الرقم ديالو 39، هذا البنات زوين غادي تلقاه في فلورماغ وغيخدو عليه حسابي. دونك بصراحه هادو هما اللي كنستعمل بزاف، وتنوريكم الاخرين اللي عندي وصافي. دونك هادشي هو اللي ديت في الماكياج صافي، ما غادي نزيد عليه حتى شي حاجه اخرى. وتقريبا هادشي هو يعني اللي مهم هو اللي غادي نستعمل وصافي. دونك فوالا البنات الحويجات اللي غادي نتي معايا هادو كاملين هكا لي روب، هنا السريولات الشورتات كسيوات الصايات هادشي اللي ديت. هنايا عندي هاد لي بوديتا ما حطيتهم هنا، باقي غادي نزيد واحد جوج اخرين وراه باقا البليزه غادي زعما تهز. اي في هاد البلاصه هادي درت هنا هاد جوج قبيات، هادي قبيه وهادي هكا شوربات من فوق، هنايا لي كاشمايو باقي نقدر نزيد فوقهم، وهنا لي بيجاما. وهادي درتها حتى شي لي غنلبس مثلا نهار الاول درتها هي والدوني ديالها باش يجوني ساهلين. دونك صافي هاد التيشيرت هذا كنلبسو مع الصايه ديالو. هنايا باقي غادي نزيد شي حويجات اخرين وصافي ها هي البليزه واجده. المهم دابا البنات من بعد ما جمعت حوايجي دبش بالصحة ولكن ماشي مشكل، دابا غادي نبدل حوايجي ونلبس شي حاجه باش نخرج نمشي ناخذ شي حوايج اللي خاصني، حيت بصراحه ما عنديش شحال من حاجه. المهم يلا غنمشي دابا نخرج ونشوف صافي نبدل دابا حوايجي ونجلس نخربق هكا شويه في التليفون وعاد ديك الساعه نتلاقاو منين نخرجوا.